وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فضيلة الشيخ المفتي الشيخ خليل رئيس الجامعة، فضيلة المفتي الشيخ نسيم الدين رئيس شؤون الإفتاء والفقه، الشيخ أحمد شيخ الحديث للجامعة، الشيخ شعيب نائب رئيس الجامعة والمحدث سعادة البروفيسور الدكتور أبو الرضا النووي الدهلوي عضو البرلمان، أخوتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي شروري وعظيم رغبتي أن أكون في منحاب الجامعة الأهلية دار العلوم عين الإسلام وآل سالم هنا في شيكاغو. هذه الجامعة التي أنشأت قبل 123 عاما وتعتبر أقدم جامعة شرعية في بلادي. إن منطقتكم منطقة شيكاغو منطقة عريقة في التاريخ، حيث زارها ابن بطوطة عام 1303 وتوجه منها إلى مدينة سلك بحثا عن حضرة شاه جلال. حينها كانت هذه المنطقة كلها منطقة لا دين بالإسلام ولا يوجد فيها مسلم واحد، ولكن الآن بوجود علماء ربانيون نجد 170 مليون في دولة بنغلاديش، يجون 92% منهم في الإسلام. فهذا فضل من الله، فضل عظيم أن ينتشر الإسلام على يد أبنائه في هذه المنطقة ومنها إلى العالم. أنا أبارك شهود القائمين على هذه الجامعة رئيسا ونائبا وأعضاء هيئة التدريس والطلبة في نشر تعاليم الدين الصحيح الإسلام المعتدل ونبذ الأفكار المتطرفة والمنحرفة والتي قد تسيء إلى الإسلام، أحيانا تكون بقصد وتدبير وأحيانا تكون عن جهل وعدم علم. فنجد بعض المنتسبين إلى الإسلام يقومون ببعض الأعمال التي لا تمت الإسلام بسنة، ويقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم لدينا. فأحيانا يقول النار كلمة تهوي به في النار 70 خليفة لا يطيق لها وزن، فلا بد من نشر التعاليم الصحيحة والدعوة إلى الله. وهذه المهمة هي مهمة جديدة تبتغون فيها وجه الله سبحانه وتعالى، وهي من أسمى المهمات وهي نشر الدعوة وتبيان حدود الله سبحانه وتعالى وما قال الله وما قال رسوله. هناك آلاف الأنبياء ذكر منهم حوالي 25% في القرآن الكريم، ولكن هل نعرف عن هؤلاء الأنبياء الحياة الشخصية لهم أو التصرفات العملية لهم كما فعل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقول اليهودي نبيكم علمكم حتى كيف تأتون الخراق وكيف تنظمون أنفسكم.
التفاصيل الدقيقة نقلت إلينا كما تطرق لها البروفيسور الخطيب النبوي عن طريق علم الرجال وعن طريق الجرح والتعديل. ما لم يوجد أبدا لأي دين من الأديان هذه الطريقة لنقل الأخبار المتواترة بالسند بالعنعنه